مستمرين معاك يا كابتن ايمن شوقي، طبعا برحب بيك في البدايه بكل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم وتاهل بمشيئه الله، يمكن النهارده توفيق ربنا كان معانا، وقلنا الاسباب الفتره اللي فاتت والتجهيزات الكبيره من مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب الاستاذ طارق قنديل اللي وفره مع مجلس الاداره بالكامل، مناخ طيب لكل الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، فالحمد لله ربنا كافئنا النهارده. انا معايا طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل، ببارك لك طبعا على طارق بيه. الحقيقه شفنا من اول يوم تصميم كبير من اللعيبه، تحضير اكتر من رائع، توفير مناخ من مجلس الاداره جيد جدا، وده اللي احنا بناكد عليه في كل مره. مجلس الاداره بيحاول يوفر المناخ بشكل عام، يتبقى بقى توفيق مع لعيبه النادي الاهلي. حابب تقول للعيبه الرجاله على الفوز المهم جدا ده النهارده؟ مبروك الاول يا كابتن ايمن، ومبروك يعني للضيوف اللي معاك. الحمد لله حاجه جميله، حاجه محترمه في ظل الانضباط الحمد لله اللي كان فيه البعثه كلها. يعني احنا من وقت ما جينا وجوه اللعيبه كلها عليها التزام طبعا كالعاده، الحمد لله كابتن محمود الخطيب واشرافه على البعثه والتعاون اللي موجود مع كل الجهات الموجوده هنا دي ادى انطباع الحمد لله ان شاء الله ربنا هيوفقه ونخرج بنتيجه ايجابيه. طبعا لعيبه رجاله ما لهمش حل، لان في ظل الدوري اللي هو جاي من دوري تلاحم ماتشات بطريقه عمرها ما حصلت في تاريخنا يعني ولا في تاريخ اي نادي، ومع ذلك الحمد لله انه يجوا هنا وربنا يكرمنا. لعيبه رجاله رجاله رجاله، وجمهور النادي الاهلي يستحق كده. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. نقطه كمان مهمه جدا عايز ارجع معاكم فيها، موضوع الطائره الخاصه ده كان امر مهم جدا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، لان الرحله كانت طويله رغم وجود طائره خاصه. الموضوع لو ما كانش فيه طائره خاصه كان هيبقى مجهد جدا لعيبه النادي الاهلي. فكرتوا ازاي في الامر ده مع مجلس الاداره بالكامل يا استاذ طارق، وازاي قدرتوا تاخدوا هذا القرار؟ الحمد لله هو يعني القرار ده كان من الاول خالص، يعني من الاول ما كان في ترتيبات على دور الثمانيه ان هتبقى في طياره خاصه متواجده في ظل الكورونا وانتشارها والكلام ده لحمايه اللعيبه، وجت في نفس الوقت والبعثه كلها طبعا يعني لحمايه البعثه كلها، وفي نفس الوقت جت متوافقه مع ان السفريه هتبقى طويله لجنوب افريقيا، ومعها كمان الرجوع على طول. يعني يا دوبك احنا هنكون في اسوان بكره ان شاء الله بعد ما اتحرك من الطياره من هنا، يعني هنكون في الاسوان عشان الطياره تتزود بالوقود، وكان نروح على قطر ان شاء الله يعني. فكان لازم طياره خاصه تكون هي اللي موجوده الحمد لله. فكانوا كل لعيبه النادي الاهلي الرجاله على ادائهم المميز ده، وهي لحظات هنفرح يا استاذ طارق، ثم بعد كده يتم التركيز في بطوله سوبر مستنيها كل جمهور النادي الاهلي. هو ده قدر النادي الاهلي، ان على طول تلاحم البطولات مع بعضها، وان كل بطوله بيخش فيها مطلوب منه ان هو دايما يتساهل. الحمد لله الحمد لله، والفضل لله على كل توفيقه لينا الفتره دي، وان شاء الله يا رب القادم افضل للنادي الاهلي وجماهيره العظيم. كل الشكر والتقدير طبعا لعضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل، اللي الحقيقه كان متواجد معانا في كل لحظه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس الاداره ما بيكون متواجد بتدي رساله بشكل كبير لعيبه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر مجلس ادارته على توفير المناخ الدائم للاعبي النادي الاهلي، ويستمر النادي الاهلي في ادائه المميز خلال المرحله القادمه. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. هنروح